السلام عليكم اخواني خواتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا كنديروا جوابا على واحد السؤال جاني في انستغرام في الفقره الجديده اللي بديناها سؤال وجواب. جاوبت على السؤال ولكن مع ذلك كيعاود يتطرح فقررت ندير فيديو صوتا وصوره نجاوب عليه. شنو هو السؤال؟ السؤال كيقول واش بعد هذا الخطاب هذا واش المغرب غادي يوقف دعم ديال القبائل؟ اوكي، اولا المغرب عمره ما دعم القبائل، هذه غير فكره تطرحات. عمر المغرب ما دعم الانفصال في القبائل، لكن كاين في الحقيقه سؤال اهم. انا غنرجع للسؤال ديالكم. السؤال الاهم اللي كان خصو يتطرح بما ان الكره عند الجزائر هو ان واش حكام الجزائر، واش جنرالات الجزائر بعد هذا الخطاب ديال الملك محمد السادس واش غادي يوقفوا الدعم ديالهم للبوليساريو ويسحبوا الاعتراف ديالهم للبوليساريو؟ لان هذه 45 سنه عمر المغرب مع الجزائر بالمثل كما هي كدعم الانفصال في الصحراء ومشى ودعم الانفصال في القبائل. اوكي، هذه هي اهم حاجه. علاش؟ لان هذا الخطاب هذا اخواني خواتي غادي يكون ريفيرونس، هذا الخطاب هذا مرجع. علاش مرجع؟ حيت الملك محمد السادس والمغرب اقام الحجه على الجزائر في المستقبل نهار اللي المغرب بالفعل غادي يدعم الاستقلال في القبائل بالمال وبكل شيء، غادي يكون حطهم امام الواقع في هذا الخطاب ديال هذا ديال 2021. بمعنى غادي دائما يولي ورجعوا ليها انتم، المغرب مد لكم يد الاخوه يد الصداقه. الملك محمد السادس ماشي غير فتح الباب ديال الحوار، شرع ابواب السلام. ما كاينش شي باب الا وشرعوا ابواب الحوار وابواب السلام. اذا السؤال في الحقيقه هو واش الجزائر غادا توقف الدعم ديالها للبوليساريو وغادا تسحب الاعتراف ديالها من الاعتراف ديال البوليساريو. اما بالنسبه للدعم ديال القبائل، نعم ممكن المغرب يدعم القبائل مستقبلا في الايام ولا الاسابيع ولا الشهور. هذا غنتسناو شنو هو رد الفعل ديال الجزائر. لو ما كان حتى رد الفعل، لو غيبقاو يمشيو في دعم الانفصال، نعم المغرب غادي يبدا يدعم الانفصال في القبائل. خصنا نقولوا واش المغرب غيبدا، حيت مازال ما بدا. هذه غير قرصه ديال الودن، هذه غير شي واحد يقول لك ها انت شوف راه عندي مندير عندي اوراق، لكن المغرب مازال ما بدا. اذا واش المغرب غادي يبدا ولا ما غيبداش؟ انا كنقول نعم. عرفتوا علاش؟ لان الجزائر عمرها ما غتراجع على هذه السياسه البلهاء العدائيه ضد المغرب. تخيلوا معايا اخواني اخواتي، وهذه مساله مهمه. الجزائر ضربات في الصفر، ضربات مع عرض الحائط مشروع عظيم اللي كان غيبدا مع الثمانينات. شنو هذا المشروع؟ اتحاد المغرب العربي ولا اتحاد المغرب الكبير. مشروع عظيم، كانوا غيوحدوا العمله، يوحدوا السياسات، يوحدوا سياسه الهجره، يفتحوا الحدود بحال كما دايرين الاتحاد الاوروبي. لكن الجزائر فضلات البوليساريو على اتحاد المغرب العربي. الجزائر فضلات تكون عندها علاقات طبيعيه ممتازه مع المملكه المغربيه الشريفه في سبيل البوليساريو. اذا ضربات الاخوه، ضربات الصداقه، ضربات التاريخ، ضربات داكشي اللي كنقول انا دائما ما يجمعنا، كاع داكشي اللي كيجمعنا ضرباته في التاريخ في سبيل البوليساريو. اذا اخواني اخواتي، واش كتظنوا الدوله اللي ضربات مشروع عظيم غادا تصنت الخطاب ديال الملك وغادا تغير السياسه ديالها 180 درجه؟ ان هذا تغيير عظيم خصها تغيير السياسه 180 درجه. واش غادي يتصنتوا الخطاب السلم والسلام ديال الملك محمد السادس ويغيروا السياسه ديالهم ويقول لك صافي راه في الحقيقه خصنا نكونوا مع المغرب، بركه ما ندعموا البوليزاريو، نسحبوا الدعم ديالنا، نسحبوا الاعتراف والدعم البوليزاريو ونقولوا ان الصحراء راه مغربيه؟ الجواب هو لا. اذا باش نجاوب على السؤال ديالكم، نعم احتمال كبير ان المغرب غادي يبدا يدعم الاستقلال ديال القبائل، كما ان الجزائر عمرها ما غادا توقف تدعم الانفصال في المغرب وتدعم لهم الوهم، وستبقى دار لقمان على حالها. ارجو انني جاوبت على السؤال، والسلام عليكم ورحمه الله.